هادي جوج سيمانات كيني ويست داير قرباله في السوشيال ميديا، امريكان كامله والصحف دميريكان كيهضروا غير عليه. كيف ما عندنا الصحافه ديالنا خلات كاع المشاكل ديال المغاربه وبدات كتهضر في طوطو، حتى في امريكان خلاو كلشي وبداو كيهضروا على كيني ويست. واخا هو الصراحه انا عارفه بلي هاد المقارنه عبيطه، حيت ماشي المغرب هو امريكان. هادوك بعدا حتى الا داروها جات معاهم، حنا خلينا غير فاتحه وروتيني اليومي. بون بلا ما نطول عليكم، وقبل ما ندخلوا في الموضوع ضروري ما تخليوا لي لايك كومونتير مشجع ونبداو. مشات ليتس جو. تجدي كامل ما تسنيتش شي حد يجرني سبار مربيس تقبيه ما عمرو ما دارني. كيني ويست من بعد ما طلق من كيم كارداشيان ولا بحال شي واحد اللي ضربو حمار الليل، اولا كينتقد في عشران وفي صحابو ولا بحال شي حمق، ولا ينتقد حتى الناس اللي خدامين معاه لدرجه بدل حتى سميتو في الكونت من كيني ويست ليي. هادشي كامل عبرت عليه الطليقه ديالو بانه كيعاني من مرض عقلي بيبولير. هادشي ممكن يعاني منه اي واحد اللي داز من شي ديبرسيون خايبه. هادي سيمانه كيني ويست كان في واحد المعرض الموضه بلندن، وكيف ما كتعرفوا كيني ويست ماشي غير ارتيست، ماشي غير برودوسر ولكن مصمم ايضا. المهم كان كيعرض واحد التصاميم ديال بيربوري حيت عنده بروجيات معاها، وبلا شك هاديه ما غتكونوا تحتوا في هاد الصوره هادي واللي كانت خلقات جدل كبير. كيني ويست في هاد المعرض كان ضرب الصنداله ديال الصبع بالتقاشر، بيان سور كلشي انتقد طريقته ديال اللبس مع العلم انها حريه شخصيه، ولكن كيني ويست قال لهم عقلوا بلي هاد الصنداله ديال الصبع بالتقاشر غتولي موضه في 2023. وانا انا اخويا كيني ويست كنقول لك بلي داتك الكوبي رايت في المغرب، هادشي ديجا كاين عندنا. تقدر تلقى صنداله ديال ميكا بتقاشر، تقدر تلقى حلومه بتقاشر وزيد وزيد. موراها وبالضبط في 3 في هاد الشهر كان عنده معرض في باريس في فرنسا، وغادي يدخل داك المعرض بواحد التيشيرت واللي كاتب عليه حياه البيض مهمه، وايت لايفز ميرور. هاد المبادره ديال كيني ويست في التعبير عن العنصريه ديال السود لقات واحد الاقبال كبير واستحسان من طرف من عدد كبير ديال الناس في اليو اس اي. وللاشاره هاد العباره ديال حياة البيض مهمة هي انسبيراسيون من واحد العبارة اللي انتشرت بشكل كبير في 2015، حياة السود مهمة، واللي طلقوها السود كتعبير على العنصرية اللي كانوا كيعيشوها وباقيين كيعيشوها في الولايات المتحدة الأمريكية. حتى لهنا كلشي مزيان، لي تيشيرت كيتباعوا والامور غادا مزيان، حتى غادي يخرج الرابر ديدي صاحب كيني ويست فواحد ستوري وغادي يقول كيني ويست بلي خاصك تحبس هاد المهزله. لا حياه البيض ولا حياه السود كاملين مهمه، وهاد العباره ديال حياه السود مهمه راه ما خاصكش تضحك بها وما خاصكش تلعب بها. راه الناس ماتوا، راه الناس تقاتلوا باش انت تكون في هاد الوضع اللي انت فيه حاليا، كاشاره منه بلي حتى انت راك من السود. What's up? Check this out, y'all. I am not about to be addressing every last thing that's going on in the world on the internet. But the thing I do have to address is this White Lives Matter t-shirt. I've always been there and I will always support my brother. Kanye is a free thinker. But the White Lives Matter t-shirt, I don't rock with it. You know what I'm saying? I'm not with it. And with the press and what fashion is doing, thinking it's a joke. But right now, all America has planned for us is poverty, incarceration, and death. So before I could get to any other lives matter, which all lives matter, you know what I'm saying? That Black Lives Matter, don't play with it. If you can, don't wear the shirt, don't buy the shirt, don't play with the shirt. It's not a joke. ما خاصكش تلبس باقي داك التيشيرت. من بعد الرابور ديدي غادي يراسل صاحبو كيني ويست وغادي يقول ليه هاد الهضره. نوض كيني ويست غادي يشد دوك لي كونفرساسيون، غادي يدير لهم سكرين وغادي يبارطاجيهم وغادي يقول ليه ما من حق حتى شي واحد يوقف بيني وبين رزقي. وزاد في بوست اخر وقال باللي غادي نديرك اكزومبل دوك اليهود اللي صفطوك باش تقول لي هادشي، راه حتى شي واحد ما غادي ياثر عليا. من بعد موراها بدا كيهضر على اليهود وكيفاش انهم مسيطرين على البنوك، على الاموال، على الاعلام وعلى الحكومات. المهم داكشي ديال نظريه المؤامره، انستغرام ديتكتات الميساج واعتبرته معادل للساميه، هادشي علاش سدات الكونت ديالو في الانستغرام وفي الفيسبوك. كيني ويست بيان سور طلع ليه الدم، هو يخرج بتغريده في تويتر على شكل صوره واللي كتجمعو بمارك روزربرغ، قال ليه واش شتي هادشي، شفتي كيفاش طردتيني من الفيسبوك. مارك ما ردش على كيني ويست، مي شكون غادي يرد على كيني ويست؟ غادي يرد عليه العدو اللدود ديال مارك روزربرغ ايلون ماسك، واللي انتهز الفرصه وجاوب على كيني، قال ليه مرحبا بك في تويتر. مرحبا بك صاحبي مره اخرى في تويتر، حيت مؤخرا مجموعه ديال المشاهير هاجروا تويتر بحكم انه
ما مستقرش الا بغينا نقولوا بسبب المشاكل ديال ايلون ماسك مع تويتر. يعني بنادم خايف على راسه على الكونت ديالو، هاجروا مشاو للانستغرام. مرحبا بك صاحبي في تويتر، كاشاره من ايلون ماسك لعوده كيني ويست للتغريد في تويتر. كيني ويست غادي يعاود يخرج بتغريده اخرى واللي غادي يكتب فيها انا فيا النعاس دابا، غير غادي نفيق غادي نمشي النيفو الثالث ديال اليهود. هذا الشيء كيضحك في الحقيقه، ما نقدرش نكون معادل الساميه حيت حتى السود في الاصل يهود. راكم لعبتوا معايا الدراري، كيف ما حاولتوا توقفوا اي واحد كيجي قدام الطموحات ديالكم. مباشره من مورا هاد التغريده كيني ويست غيتسد ليه حتى كونت تويتر، وعلى اثر هاد الشيء اللي وقع ومن نتائج هاد الشيء اللي وقع اديداس غادي تلغي الشراكه ديالها مع كيني ويست بدعوى انه مريض وكيخلق ليها مشاكل بهاد التعليقات ديالو وغادي يخرج ليها على المصالح التجاريه ديالها. خصنا مشاكل موراها. وهاد السيمانه كيني ويست خرج في لقاء صحفي مع فوكس نيوز وغادي يشرح فيه كل شيء، المواقف ديالو، الدين ديالو، التطلعات ديالو، البلان اللي وقع ليه دابا التيشيرت. ملي سولو على البلان ديال التيشيرت رد وقال باللي هادشي كيضحك، الاعلام ما قبلوش حيت ما كيناسبش التطلعات ديالو. اما العباره ديال حياه البيض مهمه فرد عليها بواحد السخريه وقال فعلا هاد الناس حياتهم مهمه، وزادو قال باللي هاد الناس اللي كيحاربونا دابا هما نفسهم الناس اللي جردونا من هويتنا، هما نفسهم اللي عزلونا على اساس العرق وعلى اساس اللون، ودابا كيجيو كيحاربونا. اجي غنوريك معنى انك تكون من السود. المهم من خلال هاد الانترفيو انا شخصيا كيبان لي ان كيني ويست فاق من القلبه من بعد ما ولا بخير عليه وكبر ماديا وبغى يخلط السلطه بالمال. قالوا لي اجي فين غادي، كيف ما قال لهم حتى في هاد الانترفيو باللي باغي ترشح للرئاسه. اش بان لكم في هاد البلان ديال كيني ويست؟ شاركوني الاراء ديالكم في لي كومونتير، لايك والكومونتيرات كيشجعوني باش نكمل، كيساعدوني بزاف. تبعكم فاميليا واللي كيعجبو هاد كانت تدعم بلايك كومونتير بارطاجيو مع اصحابكم. اللي مازال ما تابونيش ابوني في الجرس. والسلام عليكم. And welcome to Tucker Carlson Tonight. Kanye West, now known as Ye, is one of the best-selling musical artists in the world. He's also in recent years become a celebrated and very highly paid fashion designer. And of course, for a decade, he was well-known to TV audiences as an in-law of the Kardashian family. But it's West's latest incarnation as a kind of Christian evangelist that brought us to his office in Los Angeles today for the interview you're about to see. Days ago, during Fashion Week in Paris, West, accompanied by his friend Candace Owens, unveiled a t-shirt that read simply, White Lives Matter. The response from the fashion industry and international media was instantaneous and uniform. Shock, horror, rage. There is no excuse for this, thundered the New York Times. West is legitimizing extremism, shrieked Rolling Stone, etc., etc. What was strikingly missing from the coverage, however, was any explanation for why West did this. What was the t-shirt about? No one seemed to think to ask him, much less to listen to what he had to say. Instead, the enemies of his ideas dismissed West, as they have for years, as mentally ill. Too crazy to take seriously. Look away, ignore him. He's a mental patient. There's nothing to see here. But is West crazy? You can judge for yourself as you watch what we're about to show you. He has his own ideas, we can say that. Creative people tend to. That's why they're artists, not actuaries. His freeform social media posts give the impression of a man channeling his rawest emotions right onto Instagram. The effect can be jarring and is often used as ammunition against him in the battle for influence over the minds of America's young people. And that battle is intense. But crazy? That was not our conclusion. In fact, we've rarely heard a man speak so honestly and so movingly about what he believes. But again, you can judge for yourself. Here it is.